بسبب عدم توفر سيارة إسعاف نقل مريضة بالستوتة في قضاء الشطرة التابع لمحافظة ذي قار. لقطات وثقها ناشط من المدينة، نشاهد وإياكم. هسه احنا بزمن 2019 و1000 وزير اجى لوزارة الصحة. احنا بيا زمن المريض اللي يعاني ما توصل له اسعاف للبيت، وهاي المريضة قدام عينكم بستوتة ناقلينها بقضاء الشطرة. خلي يشوف وزير الصحة، خلي يشوف كل دوائر الصحة، خلي يشوفون المسؤولين اللي تابعين القضاء الشطرة البرلمانيين. يعني هاي حالة بشرفكم ينقلونها بستوتة للمستشفى. الله أكبر، الله ينتقم منكم.